المشكلة أو الملاحظة الثانية أو المسألة الثانية، قضية ما أثرتموه من إنشاءات أخرى خارج القانون، قضايا مثلا المضاربة. يا إخوان، إحنا القانون هذا تعرفون جاء في ظرف خاص، كان لابد من مواجهة وضع خاص مرت به الجزائر، وأعتقد اليوم أن الجميع يعني متفق أن هذا القانون حقق جزء كبير، ما نقولش كل أهدافه، ولكن حقق جزءا كبيرا من أهدافه، وهي إعادة الاستقرار للسوق وحماية القدرة الشرائية للمواطن. قانون واحد ردعي لا يكفي لحل كل مشاكل السوق، أكيد السوق تحتاج إلى عملية ضبط، تحتاج إلى آليات أخرى، تحتاج إلى تنظيم آخر، ولكن فيما يتعلق بقضايا المضاربة أعتقد أن القانون يعني جاء في وقته وحقق أهدافه. أنا نقول باللي ما أثرتموه من حالات لتكون مئات هذا الأشخاص هذه، لكن النتائج أننا حمينا ملايين في قوتهم وفي قدرتهم الشرائية. يعني يجب أن لا نغفل هذا الأمر. ثانيا، من ناحية الشكلية كان بيودي أن تثار هذه القضايا، يعني لا تثار على المنبر، لأن فيه ثلث، على الأقل فيه ثلث موانع. أولا، المانع الدستوري.